المزيد تنضم إلينا من رام الله نيبال فرسخ مسؤولة الأعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني. سيدة نيبال، في بداية أرحب بك، يعني سأبدأ معك ربما من الأوضاع الإنسانية في مستشفى ناصر وآخر التقارير لديكم بخصوص ما يحدث هناك. أهلا بك، مساء لك وللمشاهدين. الأوضاع في مستشفى ناصر خطيرة للغاية. يواصل الاحتلال الإسرائيلي حصار المستشفى واقتحامه للمستشفى بعد أن أجبر خلال اليومين الماضيين آلاف النازحين على مغادرة المستشفى، من بينهم أيضا أجبر عدد من الطواقم الطبية على الخروج ومغادرة المستشفى نتيجة خطورة الأوضاع. أجبر الاحتلال الإسرائيلي أيضا إدارة المستشفى والطواقم الطبية والمرضى على إخلاء الجميع نحو المبنى القديم، مبنى ناصر القديم. الوضع هناك كما ذكرت صعب للغاية، لا كهرباء، لا طعام، لا ماء، لا أكسجين، وبالتالي يعاني هناك الطواقم الطبية والجرحى والمرضى من سوء الأوضاع الإنسانية. أيضا لا يزال الاحتلال يرفض السماح بإجلاء الجرحى والمرضى من ذوي الإصابات الخطيرة الذين تستوجب حالتهم إتمام العلاج في مستشفيات أخرى، لا سيما مع عدم توفر الأكسجين، وبالتالي حياة هؤلاء المرضى في خطر أيضا. اليوم هو تقريبا اليوم 26 لحصار مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس، 26 يوم من الاستهداف والحصار. بالأمس كان هناك قصف مدفعي للمستشفى، للطابق الثاني بالمستشفى. حتى هذه اللحظة الدبابات تتمترس أمام المستشفى من جميع الاتجاهات، تمنع دخول الإمدادات الإغاثية والطبية والأدوية إلى داخل المستشفى. كم عدد أفراد الطاقم الطبي في مستشفى الأمل؟ مخزون الوقود سينفذ خلال ساعات من مستشفى الأمل، هناك شح في المستلزمات الطبية والأدوية وأيضا بالنسبة للطعام والماء، وبالتالي طيب. أوضاع مأساوية داخل مستشفى الأمل. سيدة نيبال، كم عدد تقريبا إذا كان لديك إحصائية عن عدد أفراد الطاقم الطبي في مستشفى الأمل التابعة لكم والمحاصرة، وأيضا عدد المرضى إذا تواجد بها أو ما زال متواجد بها مرضى وجرحى حتى هذه الساعة؟ يعني حتى هذه اللحظة يوجد داخل المستشفى حوالي 200 شخص ما بين طواقم طبية عاملة ومرضى وجرحى، بالإضافة إلى 40 مسنا من النازحين الذين لم يتمكنوا من المغادرة خلال الأسبوعين الماضيين، علما أن المستشفى شهد تماما ما شهده مستشفى ناصر. تم إجبار 8000 نازح على مغادرة مستشفى الأمل. أيضا تم اعتقال 9 من كوادرنا الطبية، تم اعتقال الأسبوع الماضي حوالي 18 شخصا، 9 من كوادر الهلال الأحمر الفلسطيني و9 من الجرحى والمرضى. الأوضاع داخل المستشفى مأساوية. أيضا يوجد لدينا عدد من الجرحى منذ أسابيع ونحن نحاول التنسيق من أجل ممر إنساني آمن من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولكن باستمرار الاحتلال يرفض السماح بذلك، وبالتالي حياة الجرحى والمرضى من ذوي الإصابات الخطيرة هي في خطر الآن نتيجة استمرار وجودهم داخل المستشفى بدون حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة جراء الشح في الكثير من المستلزمات الطبية الأساسية. طيب سيدة نيبال، هناك خبر ربما يعني يتكرر كثيرا، كلما قام جيش الاحتلال بمحاصرة أحد المستشفيات أو المجمعات الطبية يقوم بتجريف المقابر الجماعية داخل المستشفيات. هل لديكم أي إحصائيات أو أي تقارير تفيد بسبب قيام جيش الاحتلال بهذا، وحقيقة أن جيش الاحتلال إذ كان بالفعل يختطف بعض الجثامين أو يأخذ بعض الجثامين، ما صحة هذا الحديث؟ يعني لا معلومات لدينا بخصوص هذا الملف تحديدا، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المستشفيات العاملة في قطاع غزة. كما تعلمون تم إخراج غالبية المستشفيات عن الخدمة، وبعد أن أخرج الاحتلال المستشفيات العاملة في منطقة غزة والشمال، الآن نشهد هجمة غير مسبوقة على المستشفيات العاملة في محافظة خان يونس. كما ذكرت اليوم 26 على استهداف وحصار كل من مستشفى الأمل ومستشفى ناصر.
مستشفى ناصر هو المستشفى الذي يعتبر ثاني أكبر مستشفى في قطاع غزة والأكبر على الإطلاق في جنوب قطاع غزة، وبالتالي إخراجه عن الخدمة يعني بكل تأكيد حرمان آلاف الفلسطينيين من الحصول على الرعاية الصحية. الأوضاع أصلا في جنوب القطاع مأساوية نتيجة وجود أعداد كبيرة من النازحين، وبالتالي هذا بكل تأكيد سيفاقم من معاناة الفلسطينيين والنازحين، لا سيما كما ذكرت مع استمرار استهداف الاحتلال المتعمد للمستشفيات بهدف إخراجها عن الخدمة، علما أيضا أنه في محافظة خان يونس الاتصالات منقطعة منذ أكثر من شهر، لا اتصالات لا انترنت لا شيء، وهذا أيضا يفاقم ويعرقل من عمل الطواقم الطبية والإغاثية العاملة هناك. نعم، طيب سيدة نبال، أنتم مسؤولون عن تسلم المساعدات ومن ثم توزيعها على الأهالي والمدنيين في قطاع غزة، ما هي الأماكن التي يتعذر عليكم حتى هذه اللحظة الوصول إليها، وما هي ربما أهم الأشياء التي تعانون من قصور كبير فيها ويعني لا تتوافر للمواطنين؟ يعني حتى هذه اللحظة يفرض الاحتلال حصار على منطقة غزة والشمال ويمنع إيصال المساعدات الإنسانية إليها. نحن في الهلال الأحمر الفلسطيني فقط خلال أسبوع الهدنة تمكنا من إرسال 315 شاحنة إلى منطقة غزة والشمال، منذ ذلك الحين لم نستطع إرسال أي من المساعدات إلى هذه المناطق، ولهذا السبب يعاني المواطنون في غزة والشمال أوضاع مأساوية، جوع حقيقي، مجاعة نتيجة نفاذ المستلزمات الأساسية، لا طعام لا ماء ولا حتى يعني طحين، وهذا ما اضطرهم كما ذكرنا سابقا لطحن جميع أنواع الحبوب بما فيها تلك المخصصة للحيوانات. بالنسبة للمساعدات بشكل عام، لا زالت هذه المساعدات تدخل بشكل شحيح جدا. خلال أيضا الأسبوع الماضي كان هناك توقف لدخول المساعدات الإنسانية على مدار أسبوع تقريبا عبر معبر رفح بكون الاحتلال الإسرائيلي، كما تعلمون بسبب المظاهرات يعجز الاحتلال عن تفتيش الشاحنات، وبالتالي وهي التي يتم تفتيشها في معبر العوجة الإسرائيلي أولا قبل أن يسمح لها بالمرور عبر معبر رفح. هذا أيضا أدى إلى انعكاسات سلبية على دخول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، وحتى مع فتح معبري كرم أبو سالم ورفح ما يدخل من شاحنات يسمح الاحتلال بإدخالها هو قليل، لا يلبي بأحسن الأحوال 10% من الاحتياجات على الأرض. الاحتلال يعرقل إدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، يتحكم بأعداد الشاحنات التي يسمح بإدخالها ويقوم بتفتيش جميع الشاحنات. هل يصادر منتجات من المتواجدة داخل شاحنات المساعدات سيدة نبال؟ لم أستمع للسؤال. هل يقوم جيش الاحتلال بمصادرة أي من المنتجات المتواجدة في شاحنات المساعدات؟ يعني بعض المواد يدعي الاحتلال بأنه ممنوع إدخالها، لربما تكون احتياجات أو مسائل بسيطة، ولكن يقوم نعم إذا كان هناك أي منتج أو أمر معين يقوم بمنع إدخال الشاحنة بأكملها، وبالتالي هناك قيود كثيرة على عملية إدخال المساعدات الإنسانية. من بين الاحتياجات التي بحاجة لها هي بكل تأكيد الخيم، مع نزوح أكثر من 90% من السكان لا متسع للفلسطينيين في المدارس أو حتى المراكز المختلفة، وتصلنا يوميا الكثير من المناشدات لمواطنين لا يريدون شيئا سوى الحصول على خيمة حتى يعني يسكنوا بها، رغم أن حتى الخيمة لن تقيهم برد الشتاء والأمطار، ولكن حقيقة حتى هذه الخيمة باتت حلم لآلاف النازحين الذين هم الآن يتواجدون في العراء بدون أي شيء. هناك احتياجات لكل شيء، للطعام تحديدا، يعني مشكلة انعدام الأمن الغذائي لكل السكان في قطاع غزة، الكل الآن يعتمد على المساعدات، ما يتوفر من مواد غذائية في السوق
أسعارها خيالية خيالية بكل ما للكلمة من معنى، لا يستطيع حتى أي مواطن الحصول إليها. نتحدث عن 10 أضعاف السعر الطبيعي والعادي ما قبل العدوان على قطاع غزة، وبالتالي مطلوب السماح بإدخال المساعدات الإنسانية بدون قيود وبدون شروط، وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا عاجلا وجادا للضغط على سلطات الاحتلال للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر إلى قطاع غزة. طيب سيدة نبال، كيف هو الوضع الإنساني في جنوبي القطاع مع تكدس كما ذكرتي أكثر من 90% من سكان قطاع غزة في الجنوب؟ كيف هو الوضع الإنساني هناك والوضع الصحي أيضا؟ كان هناك حديث عن انتشار عدوى أمراض جلدية بين المواطنين وبين الأطفال على وجه الخصوص، ماذا لديكم من تقارير حول هذا الأمر وأيضا حول نقص الأدوية الخاصة بأصحاب الأمراض المزمنة؟ يعني بحسب المعلومات على الأقل هناك تم رصد 700,000 حالة ما بين صفوف النازحين من أصيبوا بأمراض معدية كالأمراض الصدرية والتنفسية والأمراض الجلدية ومرض التهاب الكبد الوبائي، وبالتالي بالفعل الأمراض تتفشى بين صفوف النازحين تزامنا مع نقص المناعة وسوء التغذية لدى جميع النازحين بسبب انعدام الأمن الغذائي وصعوبة توفير وجبة طعام واحدة. جميع النازحين بدون استثناء يعانون من شح الطعام والماء الصالح للشرب، في الكثير من الأحيان يضطروا لشرب الماء الملوث بسبب عدم توفر المياه الصالح للشرب. هناك أيضا مشكلة في الأدوية، تأمين الأدوية لذوي الأمراض المزمنة، أيضا الرعاية الصحية، صعوبة بالغة في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، فقر دم، ويعني سوء تغذية لدى جميع الأطفال وأعداد كبيرة من النازحين. كل هذا بكل تأكيد يفاقم من معاناتهم، لا سيما مع فصل الشتاء والبرد الشديد ودخول مياه الأمطار إلى داخل قيم النازحين. أوضاع مأساوية بكل ما للكلمة من معنى، تتزامن مع انهيار المنظومة الصحية. المستشفيات التي تعمل في رفح هي معروفة، منطقة رفح، بسوء الخدمات بشكل عام وتحديدا الخدمات الصحية. نتحدث عن نظام صحي هش، المستشفيات العاملة قدرتها الاستيعابية محدودة جدا، لا قدرة لديها على استيعاب أعداد كبيرة من الجرحى والمصابين، وبالتالي نتحدث عن حرمان الفلسطينيين من الحصول على الرعاية الصحية، لا سيما مع استمرار حصار المستشفى الأكبر في خان يونس، مستشفى ناصر، وأيضا يواصل الاحتلال حصار مستشفى الأمل. سيدة نبال فرسخ، مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، كنت معي مباشرة من رام الله.